السلام عليكم. دلوقتي عايز أضيف حركة للمشهد بتاعي. يعني لو أنا بعمل موفي وخدت لقطة، هتلاقي الناس كلها في أماكنها، باين إن هما بيمشوا بس في مكانه، فدي مش منطقية. فأنا عايز أخلي في حركة كده، فهقول له أوكي وأقول له أنا عايز أضيف موف، وأقول له إيديت وأبدأ أضيف مثلا موف للعجلة ديت أهي. سوري ده واخد أمر روتيشن، خليني أقول له موف اهوت، بحيث لما تقول له شغل فهتلاقي العجلة بتتحرك. طيب انا مش عايز كده، انا عايز اضيف حاجة افضل من كده. ماس موف، ماس موف هيعمل ايه؟ هيديله مسار، واي حد هيقع في المسار دوت هيخليه يتحرك. يعني اهو خلينا ماشيين على النقطة البيضاء، تمام، وادوس كنترول عشان اكمل اهو. وهقول له كبر لي الباص، ما تخلوش متر، خليه اكتر من متر بالشكل دوت. ويشوف السرعة قد ايه، ده سرعة الكارز. ممكن تقول له انا عايز الاشخاص بس تتحرك، العربيات تتحرك وهكذا. اقول له اوكي وابدا اتفرج على المشهد بتاعي، هتلاقي ان كل اللي راكبين عجل بيتحركوا، حتى اللي بعيد ده برضه بيتحرك معاهم، تمام. طيب انا عايز اضيف واحد كمان، فهقول له edit، وهقول له ان انا عايز واحد جديد add boss، واعمل هنا في العربيات. خلينا نطلع فوق شويه عشان ايه نبقى متاكدين ان احنا في نص القصه دي اهي اهو. وادوس كنترول، تمام، وهكبر المسار شوية. بالشكل دوت، تمام. ويتحدد السرعة بتاعت العربية، وكل نقطة من دول تقدر تيجي تعمل كده وتختار لها، تزود السموث بتاعتها بحيث ان حركة العربية تبقى فيها نعومة. خلينا نقول له اوكي ونبدأ نشوف هيحصل ايه. شايف في عربيات هي بدأت تتحرك، تمام. خلينا ناخد اللقطة من مشهد اخر، ممكن نيجي كده ونقول له احنا عايزين المشهد دوت، نطلع فوق شوية تمام، اقول له اوكي واقول له خد لي لقطة كمان، واللقطة دي مش عايزينها. أقول له أوكي. طيب خليني أضيف عربي سيارة أو عربية عشان تبقى أوضح. أقول له هنا إن أنا عندي سيارة، ما ربطتهاش بالماس ولا حاجة، مجرد بس إن أنا حطيتها في الماس عادي. بص في حركة اهيت، تمام. طيب ممكن برضو أنا واضحة معايا، بس ممكن أثناء التسجيل متبقاش واضحة. خليها تمشي مثلا سرعة 60 كيلو في الساعة، هتلاقي العربية هي بتتحرك اهيت. طبعا لازم تخلي بالك من حاجة زي كده، فالسيارة دي ممكن تدخلها جوه المسار أو تلغيها. خلي بالك اهيت السيارات، تقدر تظبط بقى المسار بتاعك، تمام، تحس ان ده مثلا يجي في النص بالظبط شويه اهو، احس ان ما يطلعش اي حاجه فوق الرصيف. السياره دي حاول تدخلها او تبعدها، ممكن تكبر شويه كده بحيث انها تدخل معاك. يعني دخلت معانا هي وبدات تتحرك اهيت، تظبط بس المسار بحيث ان مفيش حاجة تخرج بره، تبقى في نص المسار بالظبط وتعملها سموث، هتيجي معاك بشكل حلو. وطبعا لو انت حطيت هنا في وسط الرصيف كل دول هيتحركوا. خلينا نعملها بالمرة، هنقول له edit واقول له add boss، واقول له مثلا من هنا
لهنا الكنترول اهوت تمام، وابدا دي اكبر شويه بحيث الناس دي تيجي معايا تمام، وتيجي على النقطه ديت لو انت عايز تزود السموث هتلاقي الناس بتتمشى والعربيات بتتمشى كل حاجة محتاجة، بس ايه شوية تنظيم وتطلع معاك الفيديو كويس.